الآن ينضم إلينا من بغداد السيد جاسم العامري، معاون مدير عام دائرة التسويق في وزارة التجارة. مرحبا بك سيد جاسم. من أي المصادر تؤمن وزارة التجارة المواد الغذائية المدعومة؟ هل هي منتجات محلية حصرا أم هناك مستوردة؟ تفضل. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بكم، تشرفنا بالحضور في هذه القناة الكريمة. بالحقيقة الشاحنات التي تم يعني إرسالها اليوم إلى محافظات العراق هي أكثرها وأغلبها هي كلها مواد يعني القطاع الخاص، يعني ليست مستوردة إلا بالقدر لغرض توفير حاجة المواطن العراقي والعائلة العراقية. نعم، بس حبيت أضيف الفكرة، يعني إن كان في وقت حتى بس أوضح الفكرة، أنه الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية يعني وزارة التجارة بالأحرى هي الشركة التي الآن يعني توزع، نسميها السلة الغذائية اللي كانت قبل تعتبر البطاقة الغذائية. يعني السلة الغذائية كما تعرفون جنابكم السنة الماضية 11 حصة وزعنا في سنة 2022، وبداية سنة 23 وزعنا الحصة الأولى ومستمرين بتوزيعها، وبعد أيام راح تكتمل يعني تصل نسبة التجهيز إلى 100%. النقطة الثانية، الآن نحن نعمل على ملف الرعاية الاجتماعية بتجهيز 4 مواد للناس الأقل يعني الأكثر فقرا، والمجتمع تعرفين بكثير من العوائل وضعهم المادي تعبان كلش، فبالنتيجة ليس تمننا ولا لا سامح الله في نية الإذلال، أو السيد دولة رئيس الوزراء وجه بتجهيزهم، وإحنا كما قال السيد معالي السيد وزير التجارة الأستاذ أثير الغريري، يمكن اليوم إحنا سمحنا لكل القنوات الفضائية أن تدخل إلى مخازننا وتشوف الكميات الكبيرة. النقطة الثالثة حتى جرامك الكريم تكون بالصورة، إحنا عندنا دائما عندنا 3 وجبات خزين استراتيجي نسميه. يعني عندنا وجبة خزين 12 هذه تكفي لكل العراق موجودة بالمخازن، وجبة خزين استراتيجي وجبة 13، ووجبة خزين استراتيجي وجبة 14. هذه حتى إذا سحبنا منها إحنا نعوض، اعتبار اللي داخل أولين يصرف أولين. هذني 3 فقرات نحب نطمن الشارع العراقي والعوائل العراقية أن هذه المخازن بكل الأنواع التي يتم توزيعها، سواء الرعاية الاجتماعية اللي تم إضافة مواد أو السلة الغذائية، ترى هي المواد متوفرة وبشكل مستقر ومطمئن. يعني سيد جاسم، هل تشعر النقطة وزارة الأخرى نعم أكمل تفضل. نعم، النقطة الأخرى أحاول ألفت النظر إليها، الكلام يشمل دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني ومعالي السيد وزير التجارة. الرجال إن قالوا فعلوا. هذا اللقاء الأخير مع دولة رئيس الوزراء والسيد الوزير في مجمع الكرخ، بمجمع يعني مركز مبيعات الكرخ، أشار إلى كل الإخوان في وزارة التجارة وفي كافة وزارة الدولة أنه إحنا مستعدين أن ندفع ونسوق بضاعتكم، بس بالنتيجة أنتم تستوردون بقيمة الدينار المقابل للدولار، وبالنتيجة راح يصير عندهم اللي يعني تحدد سعر الدولة، فراح يصير هامش ربح نتيجة فرق السعر بين الدولار اللي قيمته في المصرف TBI في البنك المركزي وقيمة الدولار بالسوق. تعرفين جنابك الكريم التقلبات اللي صارت في قيمة الدولار لحد الآن بها يعني جهد إضافي وتحميل إضافي. نحن نعتمد بالحقيقة على ثقتنا بالقطاع يعني الخاص. نعم، يعني سيد جاسم لو سمحت، كيف تتعامل مع هذه الظروف وزارة التجارة؟ هل تشتري يعني وزارة التجارة المواد المدعومة بأسعار مناسبة لتبيعها بهامش ربح قليل، أو تشتريها وتبيعها بنفس الأسعار، أم أنها طبعا تخسر في هذه العملية؟ ما هو الحال سيد جاسم؟ أنا مقتنع جدا أن هذه المواد اللي إحنا نجهزها يعني اليوم هذه الأفواج من يعني السيارات اللي طلعت، الشاحنات اللي طلعت، إحنا بالبتة غير مستفيدين منها، لذلك ومع ذلك إحنا نعمل ليل نهار على أن نوفرها للشارع العراقي أو العائلة العراقية. بالنتيجة نحاول سيدتي أن نركز حالنا على أن يستقر السوق، توفير المادة وبالدينار العراقي. أنا أتذكر دولة رئيس الوزراء قال خلي يطمئنون المواطنين العراقيين إلى قيمة الدينار العراقي،
وهذه فد التفاته جميله جدا انه احنا ما نريد المواطن العراقي صاحب العائله يفكر بدولار. تعال اخي العزيز، انت بضاعتك وامانك وطعامك كله موجود، مواد الغذائي الفود ستاف كله موجود في مخازننا. طبعا احنا كل شهر نجهز الان الرعايه الاجتماعيه نجهزها لغايه 12 حصه، وايضا السد الغذائي نجهزها. احنا نريد المواطن العراقي يستقر. اثنين، نطلب من القطاع الخاص ان يعني يركز جهده ان يتعاون مع القطاع العام. تعرفين ترى القطاع الخاص مع احترامنا لهم وهم في ناس وطنيين كبير يخدمون البلد، القطاع الخاص بدون القطاع العام ترى يعتبر يعني فد نوع من العرج يصير نسميه احنا يعني اعرج. يعني احنا نريد القطاع الخاص ايد بايد ويانا. يعني ترى بالمناسبه هذا توزيع المواد مو مقصود بايذاء القطاع الخاص، لكن بالنتيجه نريد ان نوجه يعني كلام القطاع الخاص. اخوتي احبتي، في اي ميدان من ميادين الحياه عندكم هدف هو خدمه المواطن العراقي، سواء كانت المواد الغذائيه او حتى المواد الاخرى. نعم. سيد جاسم، هل تؤكد لنا ان وزاره التجاره في صدد تامين لحوم وأسماك وأجبان بأسعار مدعومة، وهل هناك يعني مواد أساسية أخرى تنتظر الدعم؟ اولا احب اطمنكم، اولا بالنسبه حتى لهذه المواد اللي يعني احنا ما جهزناها الا بعد ان اكملنا الفحص المختبر يعني لها، حتى لا ياتينا واحد يعني تفكير سقيم ويقول هذه المواد غير مفحوصه وغير كذا. لا، احنا وياها كل موادنا يتم فحصها بشكل طبيعي من خلال السيطرة النوعية عندنا، وأيضا تيجي من الخارج اللي تجينا من المحافظات، اللي تجينا عن طريق يعني أصحاب الحقول والكذا والبيض، وهذه كلها أيضا تيجي كلها ترى مواد مفحوصة. ثانيا، حينما ليش أقول لك بالبداية إن قال فعل سيد الوزير سيد رئيس الوزراء؟ إن قال فعل، إحنا ليس الأمر تملقا. من الشهر رمضان إحنا راح نستمر هذا الأسبوع، عندنا أحد أربعة مراكز التموين سيتم تجهيزها بكميات يعني بالأسبوع مرتين، وراح يستمر وستتم إضافة مواد الغذاء الأخرى اللي هي الأسماك واللحوم وال يعني البقوليات المختلفة والأجبان. هذه كلها ترى إحنا دا نعمل عليها، يعني إحنا مو دا ننطي وعد، إحنا الآن عاملين عليها، وبالنتيجة خلال الشهر الجاي إحنا ستصل هذه الأمور ونستلم ونوزع. أنا أقول شيء، أقول من بعد ما يعني نريد بالحقيقة نريد أن يطمئن العائلة العراقية والشارع العراقي أن وزارة التجارة كحالها بقية الوزارات تسعى جاهدة لتوفير متطلبات الاستقرار والأمان للعائلة العراقية، وخبزة المواطن العراقي هي شرف أننا وفرناها. نعم سيد جاسم، يعني بغض النظر عن المراكز الغذائية التي اعتمدتها الآن وفتحتها وزارة التجارة، هل تنوي الوزارة تطوير خطة الدعم يعني عبر تأسيس جمعيات تعاونية أو أسواق مركزية تحصن الأمن الغذائي بتوفير سلة غذائية مدعومة تغطي جميع حاجات المستهلكين؟ لا أكتمك سر، معالي السيد الوزير باجتماع أمس ليلا الأستاذ أثير الغريري وجه بتقييم هذه التجربة، تقييم هذه التجربة مدى وصول المواد من خلال منافذنا يعني الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بشرف السيد الأمين الموسوي المدير العام المحترمة. احنا الآن بنوزع، وجهنا بكرة إن شاء الله راح تشوفين تحرك الشاحنات بشكل طبيعي إلى مواقع فيها تركز سكاني، وليس بالضرورة أن نختار إلا المناطق الغنية، بالعكس نتجه إلى المناطق الأكثر فقرا وحاجة. لكن الشيء الذي يعني تم اعتمادها سيد جاسم حسب الكثافة السكانية. طبعا نريد أن ننقل صورة واضحة أنه إحنا رح يصير عندنا عزيزتي تقييم. هذا التقييم مش رح يدفعنا، يدفعنا إلى أولا سنختار بعض الأحيان سنختار أقضية، ما نذهب للمحافظات وياي لولا، رح نختار أقضية أيضا يعني الأسبوع الجاي. اثنين، إحنا ترى هاي المواد سعر مدعوم، يعني مو يعني اليوم إذا تلاحظين أن كثير من التجار نزلوا بضاعتهم اللي هم ما متواصلين ويانا، لين عرفوا انه احنا الشركه العامه لتجاره المواد الغذائيه وزاره التجاره
جادة وقوية بإصرارها على توفير هذه المواد. ولذلك اليوم نزلوا، يعني أنا اليوم أشوف بالشارع بالطريق بالكذا نزلت الأسعار للمواد اللي إحنا دا نتعامل بها، وهكذا سيستمر الحال. نعم. ومنا لشهر رمضان، وبعد شهر رمضان أنا مطمئن مع السيد الوزير أمس بالليل قال إحنا سنستمر في هذه التجربة. اثنين، جنابك ذكرت ملاحظة كلش مهمة بالحقيقة، إحنا الأمس أيضا تم دراستها حتى لا نكلف يعني الشارع أكثر من طاقته، بدل هذه الشاحنات الكثيرة اللي إحنا جايين نعمل عليها وتسبب لنا أيضا متابعة شديدة وقد تكون في بعض الأحيان تسبب خسارة، بس بالنتيجة الفكرة اللي طرحتها طرح مع السيد الوزير نبحث عن مثل ما موجودة تجربة في مصر، دولة مصر مولات موجودة مثل كارفور وغيرها، هذه ممكن أن نوفر بها المخازن، عندنا مخازن من اعتيادية وعندنا مخازن من باردة، سنوفر هذه المواد في هذه المناطق الموجودة بالأقضية ومراكز المدن، حتى المواطن شو وقت ما يجي يتوضع ما دام عنده بطاقة التموين أو السلة الغذائية يجي يأخذ حاجته وإحنا ممنونين. نعم السيد جاسم العامري، معاون مدير عام دائرة التسويق في وزارة التجارة، شكرا جزيلا لك.